أهلا بكم، معكم نورس علي مدونة تعلم معنا، واليوم سنتحدث عن كيفية حماية موقع ووردبريس بإجراءات بسيطة. هذا الفيديو هو الجزء الأول من سلسلة كيفية حماية موقع ووردبريس، والتي سأتحدث بها عن إجراءات الحماية الأساسية والمتقدمة لحماية موقع ووردبريس من المخترقين والمتطفلين. ستكون فيديوهات هذه السلسلة بالتدريج، فبداية سنتحدث عن الإجراءات البسيطة والعامة مثل اليوم، وفي الأجزاء اللاحقة سنتحدث عن أمور متقدمة أكثر في الحماية. كل ما أتحدث عنه في هذا الفيديو موجود في مقالة أو في شرح مكتوب أدرجته في موسوعة إدارة مواقع الويب، أدعوكم للإطلاع على هذا الشرح. ولنبدأ. فبداية، لحماية أي موقع وليس فقط موقع ووردبريس، يجب تأمين حماية بيئة وجود هذا الموقع أو بيئة استضافة هذا الموقع. فإذا كانت البيئة غير آمنة، فبالتالي مهما حاولت القيام بحماية هذا الموقع وحماية ملفات الموقع فلن يتم حمايتها، لأن بالأصل مستضيف الموقع غير آمن وغير محمي. وطبعا بيئة استضافة الموقع هي الخادم والسيرفر. فمثلا إذا كان لديك موقعك على قمت باستضافة موقعك بنفسك على خادم تديره بنفسك، فعليك الاهتمام بحماية هذا السيرفر حسب الإجراءات العامة للسيرفر الذي تستخدمه. أما في الحالة العامة هي أنك قمت بشراء استضافة من شركة أو أخرى، وقمت بوضع ملفات موقعك على هذه الاستضافة بكل سهولة، وبالتالي فأنت لا تدير خادم الموقع أو لا تدير استضافة موقعك، فكيف يمكنك تحقيق أمن لبيئة الاستضافة وأنت ولا تديرها؟ فلا حاجة للقلق عند ذلك، ولكن عليك اختيار الشركة التي تريد استضافة موقعك معها. أي يعني ذلك، ما تقوم بشراء استضافة لموقعك قم بقراءة المراجعات عن هذه الشركة، تأكد من سمعة هذه الشركة، هل تم اختراق سيرفرات هذه الشركة من قبل؟ قم تأكد من ذلك، وثم انتقل إلى الخطوة التالية وقم بشراء الاستضافة من هذه الشركة. فإذا هذا بالنسبة للخطوة الأولى لحماية أي موقع وليس موقع ووردبريس، التأكد من حماية البيئة المستضيفة للموقع. الخطوة الثانية لحماية أي موقع ووردبريس هي عدم استخدام اسم المستخدم أدمن كاسم مستخدم أو كمدير لموقع ووردبريس. فإذا اسم المستخدم أدمن هو اسم المستخدم الافتراضي لكل مواقع ووردبريس، فبالتأكيد أنت لا تريد أن يكون اسم المستخدم لموقعك هو الافتراضي، فعليك تغييره، وهذا يحقق حماية أكبر نوعا ما. ولتغيير اسم المستخدم أدمن، فقم بالذهاب إلى قائمة الأعضاء، كافة الأعضاء، وستجد أن اسم المستخدم أدمن ها هو، والآن تريد مسح أو تغييره، فلن يمكنك تغييره. ولكن يمكن هنالك طريقة لعدم استخدام اسم المستخدم أدمن بهذا الشكل، وهي بإضافة عضو جديد لموقع ووردبريس بالنقر على أضف جديدا في الأعلى. الآن سيطلب منك إدخال اسم المستخدم الجديد، ما اسمه؟ فمثلا سأسميه Learn with Now. البريد الإلكتروني المستخدم الجديد learnwithnow@gmail.com. هنا يمكنك اختيار اسم المستخدم الأول واسم عائلته وموقعه الإلكتروني، طبعا لا نريد هذه المعلومات. أيضا هنا يمكنك عرض كلمة المرور، فيمكنك مثلا الاحتفاظ بهذه الكلمات المرور القوية التي تم توليدها بموقع ووردبريس، فيمكنك الاحتفاظ بها جانبا واستخدامها، وهذه الكلمة يفضل استخدامها لأنها قوية جدا وصعبة التخمين، أي صعب أن أحد يخمن أن هذه هي كلمة مرورك، أو أن تقوم بإدراج كلمة المرور التي تريد. فمثلا الآن سأقوم بإدراج كلمة مرور ضعيفة جدا جدا، وهذا شيء خطأ، ولكن سأقوم به الآن، فواحد اثنان ثلاثة، وسأقوم بتأكيد كلمة المرور الضعيفة. طبعا لا تقوم بذلك، ولكن سأقوم به الآن فقط، وإرسال إشعار للمستخدم لا. أما هنا فرتبة المستخدم الجديد يجب أن تكون مدير، ثم قم بالنقر على إضافة عضو جديد.
إذن كما تلاحظون الآن تم إضافة عضو جديد اسمه Learn With Now وأيضا برتبة مدير، ولدي أيضا المدير الأول وهو أدمن وأيضا هو برتبة مدير. ما علي فعله الآن إلا تسجيل الخروج باسم الدخول أدمن، فإذا أنا مسجلة الآن باسم أدمن، سأقوم بتسجيل الخروج وأقوم بتسجيل الدخول مرة أخرى باسم الدخول باسم المستخدم الجديد وهو Learn With Now وكلمة المرور الضعيفة 1 2 3 دخول. فإذا الآن أنا مسجلت الدخول بالموقع باسم Learn With Now. سأذهب مرة أخرى إلى الأعضاء، كافة الأعضاء، وأقوم بحذف المستخدم أدمن بالنقر على حذف. سيقوم بسؤالي هنا أن ماذا ستفعل بالمحتويات التي قام بكتابتها المستخدم أدمن؟ هل تريد حذف كل المحتويات؟ ونقصد بالمحتويات هي المقالات، الصفحات التي قام بإنشائها، أو الصور التي قام بإدراجها، أو الفيديوهات إلى آخره. هل تريد حذف كل ما أضافه؟ بالتأكيد لا نريد حذف، فسنقوم بنسب محتويات المدير السابق وهو أدمن إلى المدير الجديد وهو Learn With Now، وثم سنقوم بتأكيد الحذف. فالآن سيصبح كل شيء قام به الأدمن القديم ملكية الأدمن الجديد. بعد تغيير اسم المستخدم أدمن إلى اسم مستخدم آخر، فعلينا الاهتمام بكلمة المرور. فإذا من الأفضل أن نقوم بإدراج كلمة مرور قوية بووردبريس لموقع ووردبريس. فلنقوم بتغيير كلمة المرور للأدمن لكلمة مرور قوية. فإذا بداية نقوم بالذهاب إلى قائمة الأعضاء، كافة الأعضاء، نقوم بالذهاب إلى مدير الموقع ونقوم بتحرير. والآن نذهب وننتقل إلى أدنى الصفحة ونقوم بالذهاب إلى قسم إدارة الحساب، وكلمة المرور الجديدة نقول توليد كلمة مرور جديدة. فهنا تم توليد هذه الكلمة، يمكننا استخدامها كما قلت قبل قليل، وهذا شيء يفضل وهذا شيء جيد جدا. هذه الكلمة صعبة التخمين وتؤمن حماية أفضل لموقع ووردبريس، أو يمكننا كتابة الكلمة هنا. في حالة أنك تنسى الكلمات كثيرا ولا تستطيع حفظ هذه الكلمة، وبالتأكيد لا تستطيع أن تحفظ هذه الكلمة، ولكن يمكنك مثلا احتفاظ بها بملف نصي ثم إعادة استخدامها هنا. يمكنك التفكير بأي جملة سهلة الحفظ وأنت تعرفها وتركيبها على شكل كلمة مرور بطريقة آمنة، مثلا فيها الكثير من الأحرف الكبيرة والصغيرة، أرقام ورموز خاصة. فماذا يعني ذلك؟ فمثلا هذه الجملة، مثلا أنا أعيش في الشارع الثاني على سبيل المثال. قمت باختصار جملة أنا أعيش في الشارع الثاني سهلة الحفظ، ولكن قمت بكتابتها بالشكل هذا بكلمة المرور. فيمكنك القيام بذلك، مثلا أن تفكر بجملة أنت تعرفها لا تنساها وتشكلها بكلمة مرور قوية فيها رموز خاصة، فيها أحرف كبيرة وصغيرة، ولكن لا تستخدم الكثير من المعلومات الخاصة بك في كلمة المرور. فمثلا لا تقوم باستخدام عيد الميلاد، رقم السيارة، رقم المنزل بشكل صريح في كلمة المرور، أو عيد ميلاد أحد من الأشخاص في عائلتك. فلا تقوم بهذا لأن هذا الشيء معروف وسهل التخمين. فإذا هذا بالنسبة لكيفية إدراج كلمة مرور. سأقوم بإدراج كلمة المرور السابقة وأقوم بالنقر على تحديث الملف الشخصي. فإذا تم تحديث الملف. آخر إجراء أريد أن أتحدث عنه حول كيفية حماية موقع ووردبريس والقيام بالتحديثات، وهذا شيء مهم جدا. الكثير يقوم بنسيانه، أو الكثير يقوم بعدم التحدث عنه عندما يقوم بالتحدث عن موضوع حماية ووردبريس. موضوع التحديثات مهم جدا. وماذا نقصد بالتحديثات؟ القالب الخاص بموقعك الذي تستخدمه في موقع ووردبريس، أو الإضافات التي تستخدمها في موقع ووردبريس، أو حتى موقع ووردبريس نفسه، فهو عبارة عن ملفات. هذه الملفات بداخلها تعليمات برمجية. هذه التعليمات البرمجية تحتوي أحيانا على ثغرات أمنية،
يقوم الأشخاص المستغلين أو المتطفلين المخترقين يقومون بمحاولة استغلال هذه الثغرات الأمنية للدخول الموقع، سرقة المعلومات إلى آخره. كيف يمكنك الابتعاد عن هذه الثغرات الأمنية أو تلافي خطرها قدر الإمكان بالقيام بالتحديثات؟ فمثلا عندما يقوم مثلا مطوري موقع ووردبريس بمعرفة وجود ثغرة أمنية معينة في التعليمات البرمجية بالووردبريس، فيقومون بكل بساطة بإصلاح هذا الخطأ وإدراجه كتحديث سريع لموقع ووردبريس. فعندما تقوم بالتحديث فبالتالي أنت تتلافى خطر هذه الثغرة الأمنية. ونفس الموضوع بالنسبة للقوالب وبالنسبة للإضافات، فإذا مطوري هذه الإضافات والقوالب يسعون دائما، طبعا المطورين ذو السمعة الجيدة يحاولون قدر الإمكان أن يقوموا بإغلاق الثغرات الأمنية وتحقيق حماية أفضل للمواقع التي تستخدم إضافاتهم وقوالبهم. فاحرص على القيام بالتحديثات. فكيف يمكنك القيام بالتحديثات؟ بكل بساطة في القائمة الجانبية هنا اختر الرئيسية، ومن الرئيسية اختر تحديثات. في هذه الصفحة ستجد فيها تحديثات ووردبريس. فبداية ستجد إذا كان يجب عليك التحديث إلى إصدار ووردبريس الأحدث، فسيقول لك لديك تحديث، قم بالتحديث. بكل بساطة قم بنقل التحديث الآن. عندما يقوم هنالك تحديث، هنا ليس لدي أي تحديث، لديك أحدث إصدار من ووردبريس. بالنسبة للإضافات يقول لي جميع الإضافات محدثة، إذا كان هنالك أي إضافة غير محدثة قم بتحديثها فورا. أيضا القوالب محدثة والترجمات محدثة، فإذا كل شيء محدث وهذا الشيء جيد جدا. فور حدوث أي تحديث قوموا بالتحديث فورا. أعيد وأكرر، هذا كل المعلومات التي أود الحديث عنها حول كيفية حماية موقع ووردبريس، الحماية العامة، إجراءات الحماية العامة لموقع ووردبريس. هذه الأشياء يجب أن تكون بكل موقع ووردبريس. فللتلخيص بشكل أكبر، اهتموا ببيئة استضافة موقعكم. الموضوع الثاني، قوموا لا تستخدموا اسم أدمن كاسم مستخدم موقع ووردبريس. الثالث، قوموا باستخدام كلمة مرور قوية. والثالث قوموا أو الرابع قوموا بالتحديثات، التحديثات، الإضافات، القوالب وموقع ووردبريس نفسه. فإذا أشكر حسن متابعتكم، أتمنى أن هذا الفيديو مفيد بالنسبة لكم، وألقاكم في الفيديو الأسبوع القادم.